السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزل. وصلنا إن شاء الله اليوم للموضوع الثاني اللي هو يعتبر بداية يعني الفكرة الأساسية أو الكريتيريا اللي على أساسها راح نصمم منظومات الري. لابد ما أني أعرف شلون أقيم الري، يعني evaluation of irrigation أو irrigation evaluation. شنو معنى تقييم الري أو تقييم كفاءة الري أو غيرها بعض الأمور، شنو الغرض من عندها؟ بصورة عامة صراحة قبل ما ندخل بالمحاضرة الرئيسية نحاول نعرض بعض المعلومات نذكركم بالبيسك، just like المحاضرة الأولى نذكركم بالبيسك حتى شلون واحد إنه تترسخ بأذهانه بعض المبادئ. أنتوا أخذتوا بالمرحلة الثالثة ضمن مبادئ الري والبزل تقييم الري، إنه أنا أسوي تقييم بصورة عامة للإيريجيشن إيفالويشن. شو أقصد بي إنه أنا أسوي تقييم للري؟ التقييم للري عادة هو كفاءة الري، هي المياه يقصد بها إن المياه المستخدمة أنا استخدمت اليوم ري وأجريت الري 100%، بس هل أضمن إنه أنا هاي 100% كلها راح توصل للنبات؟ لا. ليش؟ لأن عندي بعض الخسائر. أول خسارة من الخسارة هو الإيفابوريشن فروم سويل، اللي احنا نسميه التبخر اللي راح يصير من التربة وسطح الأوراق on leaf surface، هذا جزء من الماء راح. الخسائر الثانية هي يعني دائما خسائر التبخر evaporation losses can be range من 1% إلى 30% اعتمادا على climate zone، على الـ يعني نوع المنطقة المناخية. كل ما كانت المنطقة قريبة للجفاف وصفات الجفاف والتصحر تكون نسبة التبخر بشكل عالي. السبب الثاني ممكن من عمليات تقييم كفاءة الري انه عندنا نوع من انواع الخسائر دائما انه تصير بسببها انه ما يتم استخدام المياه يعني بشكل مفيد 100%. السبب يرجع هذا التسرب surveillance from الووتر ستريم، هذا يقصد به جريان السطح التسرب العميق، يعني جزء من الماء راح يروح الى التسرب العميق. ايش قد نسبته؟ من 1 إلى 4%. والسيرفز ران اوف الجريان السطحي هذا ايضا راح يسبب لنا اللي هو ديب بيركوليشن. اذا عندي اني عده اسباب ما راح تخلي لي الماء المسلط ك اريجيشن راح استفاد من عنده 100%، اللي هي اسباب التبخر بصوره عامه هاي لازم نعرفها، خسائر الرش سيربيلوسيز فروم يعني خسائر الرش ايضا بخسائر راح يسبب لنا تتراوح دائما الرينج مال الخسائر مالته من 1% إلى 4%، وكذلك الجريان السطحي او التسرب العميق الديب بيركوليشن نسميه اللي تتراوح الخسائر مالته، يعني بحيث انه شو يصير شنو يعني يعني ندفع عمليات دفع المياه الووتر بوشت يدفع باست يعني الى منطقه ما ابعد من الروت زون من منطقه الروتك سيستم اللي هو نظام التشجير، وبالتالي ما راح استفاد. فاني لابد ما اسوي عمليه يسمونها تقييم الري الاريجيشن ايفالويشن. فهسه نجي هاي بصوره عامه، فاني عندي عده طرق لتقييم الري. اول شيء الكفاءه وذكرنا اسبابها irrigation efficiency كفاءة، احنا قلنا ما نقدر نوصل الى كفاءة 100% من استخدام الري بشكل كامل، ويرجع السبب الى هذه الاسباب، يعني كفاءة الري المياه المستخدمة ما نقدر انه احنا نعتبرها انه يعني benefit 100% لهذه الاسباب. هاي على اساسها نقيس irrigation efficiency وتناولناها بالمحاضرة الاولى اللي كانت هي ضمن المبادئ الخاصة بتصاميم منظومات الري والبزل. احنا شنو اليوم راح ناخذ من محاضرتنا؟ راح ناخذ موضوع اسمه الديستريبيوشن يونيفورميتي اللي هو كفاءة التوزيع. شنو يقصد يعني بكفاءة التوزيع؟ انتم ايضا تناولتوه مسبقا، لذلك احنا لازم نعرج عليه كتعاريف كمبادئ بعدين ناخذه كمادة أساسية ضمن، يعني لازم المادة تربط مع موضوع المبادئ وبالتالي ننطلق الى تصميم منظومات الري والبزل. شنو يقصد بالديستريبيوشن يونيفورميتي حسب ما اخذتوه بالمرحلة الثالثة بمادة تصاميم الري والبزل؟ يقصد بالتوزيع المنتظم، هو distribution uniformity يعني التوزيع المنتظم. شو يقصد بالتوزيع المنتظم؟ distribution is the measure، هو قياس راح يقيس لي how uniformity مدى انتظام تطبيق المياه، شلون انا راح اطبق مياه الري بشكل منتظم بحيث انه الكل مثل ما نقول انه ياخذ هاي كمية المياه. تمام عيني؟
سو شنو رمز الديستريبيوشن يونيفورميتي اللي هو معناها التوزيع المنتظم؟ رمز الديو. لذلك هو شو يصنفونه؟ هو عباره عن مقياس لنظام الري از ذا ميجر اوف اريجيشن سيستم. تمام، راح اشوفكم صوره حتى تتركز اكثر باثاركم. انا هسه مطبقه ري لمحصول ما محصول موسمي. لاحظ هذا النوع من الديستريبيوشن يونيفورميتي، هذا التوزيع المنتظم يعتبر جود اور بور، ضعيف. هسه هاي هنا توزيع منتظم، اذا تلاحظ انه جميع منطقه الروتكزول للمحاصيل متغطيه بالمياه، يعني الابلكيشن ديب. فش يسمونه هذا؟ جود ديستريبيوشن يونيفورميتي. لكن اذا كان توزيعي غير صحيح، يعني اكو جزء يعني نازل اكثر من الابلكيشن ديب، من العمق الحقيقي اللي انا اريده، يعني راح يروح هذا الديب بيركوليشن، وجزء ثاني نصف الجذور غير متغطيه بالماء، فهذا شيء يعتبرون النوع هذا من التوزيع لمياه الري توزيع سيء او بور ديستريبيوشن يونيفورميتي. اذا عندنا هسه لحد الان كم طريقه ان نقيم بها الري؟ الافشنسي، الكفاءه اللي اخذناها بالاول، الافشنسي اريجيشن افشنسي، والثاني الديستريبيوشن يونيفورميتي. تمام عيني؟ هاي ضروري تعرفوه. الان نحاول نرجع للمبادئ. شنو اسباب البور ديستريبيوشن يونيفورميتي؟ شنو الاسباب المشكله مع الـ يعني التوزيع المنتظم اذا كان رديء بور؟ اف انف ووتر از ابلايد، اذا تم تطبيق كميه كافيه من الماء حتى نحصل كل على كل نبات يحصل على كميه يعني من يعني ايش شلون انه يحصل على كميه كافيه للجذر مالته، بحيث انه نضمن حصول كل نبات على كميه كافيه، فإننا نسقي نباتات راح نسقيه احنا يكون السقي مالتنا بشكل زائد. تمام، يعني شوف لاحظ هسه اعطيك مثال. If the enough water is applied to ensure every plant is given adequate water، الكميه الكافيه، we over water، راح يصير عندنا over water other plant. يعني شنو؟ هنا لاحظ هنا هسه عندنا انطينا هذا الجزء كمية ماء سقينا، لكن اكو كمية زائدة عن الحاجة راح تروح ديب بيركوليشن، فهذا يعتبر اوفر ووتر. اكو منطقة تمام سقيها، والمناطق الاخرى هاي يعتبر شنو هذا؟ يسمونه بور ديستربي، يعني توزيع رديء، توزيع مياه ري رديء. فهو هذا السبب الرئيسي. احنا لازم شو نسوي كمهندسين؟ لازم نسوي عملية بلانينج. شلون مثلا البلانينج؟ يدخلون تحسينات معينة. A case of improvement of current distribution uniformity. هذا شو يقصد بيها؟ انه مثلا واحد يستخدم في النوع من اللي احنا نسميها الايفابوترانسبورتيشن ريت، يقيس مقدارها، يستخدم الاريجيتد فولت اللي هو اكو يعني اكو عده طرق انه اني اضمن وصول الماء الى الافكتيف زون، الى الجذر الفعال، بدون عمليات ري مسرفه او ري اقل من الحاجه المطلوبه للنبات، بحيث النبات راح يصل الى الولتنج بوينت، نقطه الذبول، وبالتالي نخسر هذا هذا المحصول. فلازم شنو اني استخدم تحسينات. اكو يستخدمون ان شاء الله راح نتناولها بصوره عامه، احنا نسميها عمليات الرش الالكتروني، يسمون الرشاشات الدائمه. اكو نقل خطي عن طريق امد انابيب معينه تنقل خطيا الماء لكل امام كل جذر، تنقل هذا الماء. اكو تحريك المفاصيل المحاصيل الصيفيه، يعني عندنا عده من الامبروفمنت راح نتناولها ان شاء الله ضمن ها هي البوتنشال. شلون اني اقدر اسوي؟ احنا نسميه اختيار الموقع او العمل هو البيرمنت اندر تري سبرينجر، واللي قد ينطيني التحسينات، واللينير موف احنا نسميه التحريك الخطي او النقل الخطي، السلوبنج فرو اللي هو احنا نسميه تنقيط البستان. يعني عندنا عده حالات انه البوردر ستريب والليفل فرو والرو جروب دريب، هاي يعني تحريك المحاصيل الصيفيه وغيرها، وكل من الى سيستم حتى يتطبق. وان شاء الله راح ناخذن احنا بالتفصيل ضمن عمليه تصميم منظومات الري. تمام عيني؟ هاي اتوقع واضحه. شلون انا اختار الموقع؟ اختار الموقع، انا هسه عندي منطقه معينه صوره عامه واريد اجري لها عمليه ري، وعندي محاصيل مزروعه بيها، شلون اختار موقع الديستريبيوشن يونيفورميتي يعني بحيث احققه؟ القياس الديستريبيوشن يونيفورميتي الحالي ايا كان، مثلا هنا انا مستخدمه انا نظام الرش
لازم أتأكد من الضغوط، أقيسها بمواقع مختلفة. وأتوقع أخذتوها بشكل تفصيلي بالمبادئ، أنه مو كتصميم وإنما معلومات عامة، أن الووتر سبلاي من المجهز الرئيسي أنقل الماء عبر أنابيب كبيرة توزيعية تتوزع هذه الآن على طول منطقة الري المراد ريها أو المنطقة المزروعة، وبالتالي تحدث عملية الري. لكن أنا أنتبه أكو شيء ربطنا مع السويل ميكانيك، أنه لازم أنا من أجرى عملية ري ما لازم نسبة الري يساوي أكبر أو يساوي معدل الارتشاح. يعني ما يصير أني أنطري في مكان ما للتربة ونسبة الارتشاح لهذه التربة أكبر منه، وبالتالي أنا ما استفاد من المي. لا، يعني مثلا إذا تربتي رملية، فالنوع من المحاصيل تزرع بالتربة الرملية، هاي تحتاج ري مستمر. ليش؟ لأن نسبة الارتشاح للتربة عالية. وإذا كانت ترب طينية لا، تحتاج ري أقل مما كانت بالترب الغرينية أو الترب الرملية. فأني أكو مبدأ المفروض أعرفه أو أخذته بمبادئ الري والبزل، لازم الإريجيشن كمية الري أكبر أو تساوي مقدار الإنفلتريشن الارتشاح، اللي على أساسه أول مبدأ يعتبر ويأخذ بنظر الاعتبار في تصميم منظومات الري والبزل. إن شاء الله راح نتناوله بشكل تفصيلي. فهسه هاي أنا مبادئ رئيسية حاولت إنه أشوفكم ياهن، شلون إنه أنت تختار أو يعني تأخذ بنظر الاعتبار تقيس التوزيع المنتظم والمجرنج الكرنت ديستريبيوشن يونيفورميتي، شلون أنا أقيسه باستخدام اللي يسمونه إحنا الفرو أور الفلاد إريجيشن، اللي هي الرشاشات بالتنقيط أو الرشاشات الصغيرة، وطريقة ثانية يسمونها التساق الباعث، وراح ناخذها إن شاء الله بالتفصيل. ما أريد نسبق الأمور، أنا مجرد هسه دا أنطيكم تفاصيل أولية. لاحظ هسه هنا هذه الصورة دا توضح لنا فد نوع من الأشجار، هاي الأشجار مزروعة على طول هذا ليسوي عملية ري. هذا من الأجهزة هي عبارة عن قياس تثبت فيه كل مكان، تقيس توزيع قياس التوزيع لليونيفورميتي ديستريبيوشن، التوزيع المنتظم، هل التوزيع للري كان جيد او سيء، تمام؟ فعن طريق قياس الضغوط الهيدروليكيه ومقدار الاكزيت جريدينت للمنطقه في كل مكان، على اساسها راح تتقيم هذه الامور. فان شاء الله راح نتناول الكل بشكل تفصيلي، انا مجرد حتى معلومات اوليه رجعتكم بيها الى المبادئ او مبادئ الري والبزل. اذا نرجع الى محاضرتنا الرئيسيه، بعد ما عرفنا شنو التوزيع المنتظم او كفاءه التوزيع المنتظم، انا اقيسها اللي هي اختصارها ديو، وشنو معناها سبق وقلنا هو عمق الماء المتغلغل، على شنو معنى الافرج، هل هو الديو يساوي لنا هو الافرج ديبث، العمق الماء الانفلتريشن المتغلغل اون على مقدار ربع اوف ريسيفنج للمساحة اللي هي أقل من عمق الماء، على عمق الماء المتغلغل الانفلتريتد اللي هو مترشح بالكامل الأول متغلغل، تمام؟ يعني وكأنه يمثل لكم هذه الحالة، يمثل لكم هذه الحالة هو الأفرج أوف لور، أفرج أوف لور أقل ربع من الكولكتد فاليو على الأفرج أوف كولكتد فاليو، هو هذا مقدار الديو اللي ينقاس، تمام؟ هاي القيم إيش قد قيمتها إذا وصل 122 ميل، إذا كذا هنا أقل قيمة تعتبر خطرة، إحنا نوصل من خلالها إلى خسارة المحصول، والولتنج بوينت هي إذا وصلت إلى 9 أو 96 ميل. مو شاء الله راح نأخذ ندني هذه الأمور بالتفصيل، مجرد كريتيريا أولية. سو كفاءة التوزيع المنتظم نقيسها بهذا القانون اللي هو الأفرج ديبث اللي هو عمق الماء المتغلغل على في ربع المساحة اللي هي infiltrated on على شنو ربع of the receiving المساحة المستلمة receiving of lowest depth، تمام؟ إيش قد المساحة المستلمة بحيث توصل لللowest depth أقل عمق أنت تحققه، lowest depth إيش قد يوصل هو ربع القيمة، ربع القيمة اللي هي من المساحة المروية على average depth العمق الكلي، هنا average شنو depth of infiltrated عمق الماء المتغلغل، ناخذ المعدل العام. فإذا كفاءة التوزيع لربع المساحة، احنا نقيس لكل ربع مساحة، والدليل هذه هي الصورة، لان احنا ما نقدر نعمم ناخذ لمساحة كاملة، لكل ربع مساحة نقيس كفاءة التوزيع باستخدام بعد ما نقيس مقدار الدبث عن طريق بيزومترات معينة نمدها الى سطح الارض، راح ينقاس بهذا الشكل الديو لربع المساحة يساوي لنا دي
لربع المساحة على دي أفرج في 100%، إن هو عبارة يعبر عنه كنسبة مئوية. وهذا هو حتى نوضح لكم إياه بالرسم، هذا هو هنا الدي 1 العمق الأولي، هاي المساحة طول المساحة المروية، وهاي الدي 2 وهذا الدي أفرج. تمام، احنا شو نريد؟ نقيس لربع المساحة، فهو هذا مقدار التوزيع أو كفاءة التوزيع المنتظم، وهو هذا القانون. زين overall efficiency، الكفاءة efficiency overall efficiency احنا نسميها OE، شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا irrigation efficiency اللي اخذناه بالمحاضرة الاولى، كفاءة الري في الdistribution uniformity، كفاءة التوزيع. تمام، هذا هو يسمونه معامل overall efficiency، الكفاءة العامة لتقييم الري for irrigation efficiency. اذا ننتبه على شغله معينه هسه هنا، نحسب احنا مقدار الكوفيشنت اوف يونيفورميتي، هذا يعني يكون موضوع جديد. الكوفيشنت اوف يونيفورميتي اللي هو معامل الانتظام، معامل الانتظام. تمام، هذا معامل الانتظام شلون اقيسه؟ طبعا احنا هسه عرفنا قبل شوي كفاءه التوزيع احد تعتبر احد طرق قياس الايفالويشن اوف اريجيشن. سؤالي، بعد ما قست كفاءة التوزيع أو كفاءة التوزيع المنتظم، أكو معامل خاص بالتوزيع المنتظم يسمونه الكوفيشنت، معامل أو في يونيفورميتي معامل الانتظام أو معامل التوزيع، نرمز له بالرمز CU. منين أخذنا؟ من الكوفيشنت أو في يونيفورميتي، فرمز مالته CU. هذا المعامل إلى قيمة نستخرجه، طبعا قيمة CU نستخرجه ونقارنه مع شنو معامل الانتظام، هو شو يساوي للابسوليوت القيمة المطلقة للديفيجن من القيمة المطلقة للمعدل المترشح على المعدل المترشح الكلي على السميشن انفلتريشن. وهنا الابسوليوت فقط المطلق من الديفيجن اوف افريج، ان شاء الله راح نجي نوضحهم بالمسائل، انفلتريتد في 100%، هنا واحد ناقص. تمام عيني، واحد ناقص هاي القيمة في 100% حتى يطلع كوفيشنت معامل. طبعا هاي القيمة CU بعد ما نحسبها ان شاء الله بالمسائل راح نقارنها مع CU للنصف، لنصف المساحة. اذا كانت هاي القيمة مساوية للCU لنصف المساحة اللي معطات بالسوار حسب الكريتيريا للتربة والفولد كاباسيتي للتربة، اذا متقاربة معناها التوزيع مالتي هو عبارة عن توزيع يعتبر طبيعي او منتظم او good، واذا لا يكون نو او بور يسمونه رديء، وبالتالي يحتاج الى تحسينات، وهذا الشيء ان شاء الله راح نوضحه بالمحاضره القادمه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار لحد الان تقدرون تراسلوني على القناه نجاوبكم ان شاء الله. نلتقي بكم بالمحاضره القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.